بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الصورة واضحة شباب؟ واضحة دكتور، واضحة. طيب، في هذه الحصة سنستعرض بعض الأمثلة على جرين مور جرين اند دايفيرنس ثيرم. فمثلا خلينا نبدأ من آخر إشي، كالكوليت ذا توتال فلكس اوف في. طبعا هذا الكتاب بحب يسمي V على اساس بدل ما يسمي فورس F بسمي velocity. هاي ال velocity out of the unit cube. هاي الكيوب الX بين الصفر الواحد، الY بين الصفر الواحد، والزد بين الصفر الواحد. هاي الكيوب. عندك فلويد سرعته هاي مية أو ليكويد حيلا شيء، بدي الاوتورد فلكس. لما يقول لي out of the unit cube معناته النورمال بتاعك out، نورمال out. لاحظ السيرفس هون مغلق، حله بالطريقة التقليدية انك تحسب قديش كمية السائل اللي طالعة من السطح هاي لفوق وهون لليمين وهون لتحت. النورمال خلي بالك لانه بده يكون اوت، فان هون تساوي ناقص كي، بينما هون الان تساوي كي. هون الان هيك ناقص جي، هون الان جي، وهكذا. وبعدين تجمع ايش الفلكسات هاي كلها، وبعدين تقول التوتال فلكس يساوي كذا كذا. فخلينا نشوف الكتاب منسق الحل. هيو بقول لك على الفيس اكس تساوي صفر، هاي معادلة مستوى اكس تساوي واحد لقباله، واي صفر، واي واحد، وزد صفر، وزد تساوي واحد. هاي لاحظ النورمال، هذا الاوتورد، السطح بتاعك مغلق، فهاي زد صفر اللي تحت. الاوتورد بيكون وين؟ لتحت نازل، اذا ناقص كي. عند زد تساوي واحد بيكون وين؟ فوق السطح. فالنورمال اوتورد اللي طالع من السطح من المجسم بيكون لفوق طالع، اذا كي، هيا كي، وهكذا. فبعوض اف دوت ان، اف دوت ان بحسبها 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 في دي اس، اللي دي اس ما هي المساحه دائما واحد واحد، سنتي مربع سنتي مربع. فبطلع عندك التوتال فلكس زيرو، هون هون نص، هون كذا كذا كذا، بجمعهم كلهم بيطلع عندك التوتال فلكس اللي سبع اثلاث.
وبالمرة لا تنسى انه الامتحان بتاعك مو الخميس هذا، الخميس اللي بعده. الخميس هذا امتحان الهندسة، امتحان الهندسة. فهون في أسئلة بتحلوها لحالكم. في بعض الطلاب بيقول الفلكس يعني بيستخدم دغري الدايفرجن سيرم، هذا غلط غلط. الفلكس كميته ايش؟ دبل انتجرال اف دوت ام دي اس على السطح بتاعك، هاي هاي اسمه. ولكن اذا السطح مغلق زي هذا مثلا، ممكن اكامله ايش؟ تكامل ديف اف دي في، ديف اف دي في. وين الديف اف؟ وين راح الديف؟ هاي الاف، الديف بتاعها مشتقة هاي بالنسبة للاكس اللي واي، زائد مشتقة هاي بالنسبة لمين؟ للواي اللي هي 4 زد تربيع، ومشتقة هاي بالنسبة للزد اللي هي واي دي في. لاحظ هاي تكاملها يزبط عليه المومنتس العزوم، وهاي العزوم بيمشي حاله، هاي لا، هاي لا لانه زد تربيع طلعت. بس انا ما بخاف لانه صرح سهل جدا معاملته. طيب بنيجي لمين هلا؟ خلينا نبدا من فوق احسن. بس هاي حبيت افرجيك انه كيف النظريات بتسهل لك. اوه يا الله. دراين انتجر ان اكزامبل 1 سؤال مش كامل. بنيجي لاكزامبل 2 بقول له يوز جرين ثيرم تو ايفالويت كذا كذا كذا. طبعا بشتق بالنسبه لاكس مين هاي، وبشتق بالنسبه للواي هاي، وبنتبه انه المشتقات بتاعتي تكون كونتينيوس جوا، ما فيش مشاكل. لاحظ هاي على طول كونتينيوس، على طول كونتينيوس كذا كذا. إذا يجوز تطبيق نظرية جرين، وحسب جرين يساوي 4 واي، لو حصل طرح 4 واي دي اكس دي واي، هاي يا اما بكامل التكامل عادي او على العزوم. اثنين صح، اثنين صح. فهو مكامل التكامل عادي، طالع معاه كذا كذا، طالع 2 اي تكعيب على العزوم 4 واي بار في الاريا، 4 واي بار في الاريا. الواي بار بتيجي هون اللي هي اي على 2، اذا 4 في اي على 2 في اي تربيع الاريا، وتساوي قديش؟ 2 اي تكعيب. يعني سواء استخدمت هاي او هاي الجوابين نفس الشيء. اوكي دكتور. اها آه 202 في فرح المصلح محرومه، فرح المصلح محرومه. فهاي لو قدمت، لو قدمت الامتحان صفر ما بحط لها علامتها، واضح؟ ولسه الحبل على الجرار. يعني اي طالب في عنده غيابات كثيره مرشح انه يحرم. ايش يا ابني؟ مين اللي قال دكتور؟ دكتور انا كنت بدي اسالك. شو بدك تسال؟ كم غياب بينحرم؟ ما بعرفش والله، الغيابات كل طالب بيعرف كم غياب عنده. انا اذا صارت شغله رسميه بطول الغيابات اللي عندي. واضح؟ طب يعني دكتور على كل طالب لا تضيع وقتي، الله يرضى عليك. الدنيا رمضان، كل واحد مسؤول عن غياباته، فانت بتعرف شو اللي غبته. انا عارف دكتور قد ايه غبت. اذا انت ما تحكي معي بالغيابات.
يلا use green theorem to evaluate ex on y زائد كذا كذا على سي والسي اعطاني اياها هاي السي اللي نص دائره مع القطر مع القطر لاحظ closed contour هاي شروط green بده وفي شرط ثاني انه مشتقة هاي بالنسبة للواي سوري مشتقة هاي بالنسبة للاكس ناقص مشتقة هاي بالنسبة للواي تكون continuous بالمنطقة اللي جوا مشتقة هاي دي بي عدي واي دي كيو عدي اكس طرحهم لحسن الحظ صفر which is continuous zero constant function اذا التكامل حسب green theorem تكامل الزيرو دي اكس دي واي ويساوي زيرو يعني بما معناه مش زي الامتحان الاول بدك تفند نظريه جرين تقول لي بما انه السي كلوز كونتور وبما انه حاصل طرحها كونتينيوس خلال المنطقه اوميجا هاي اللي جوا اذا كذا كذا مش والله طبق وامشي لا هاي لما اقول لك مور اون جرين ثيرم طبعا هاي شرحناها سابقا انه عن طريق جرين ثيرم بقدر احسب ايش المساحه اللي انكلوزد باي سيرتين كيرفز ومنها حسبنا المساحه انكلوزد باي الليبس طلعت باي اي بي هي محلوله بس انحلت سابقا فما في داعي اني اضيع الوقت هون region bounded by two or more Jordan curve يعني افرض الريجن بتاعتي هاي حسب هاي كيرف مسكر وهاي كيرف مسكر شايفينها هاي ارضك محدوده بإلفس جواني وإلفس براني ف الباوندري بتاع ارضك هو عبارة عن C1 مع C2 ولكن على C1 الاتجاه عكس عقارب الساعة على C2 الاتجاه مع عقارب الساعة دائما لما تمشي على C2 ايدك اليسار تشير الى الارض بتاعتك هذا الاتجاه الموجب على C1 ايضا ايدك اليسار تشير وين للأرض بتاعتك إذن إذا حبينا نحسبها بطلع التكامل يساوي زيرو اللي هو على السي 1 وين راحت على السي 1 عكس عقارب الساعة زائد على السي 2 مع عقارب الساعة يساوي صفر وبالتالي التكامل على السي 1 يساوي التكامل على ايش السيتو طبعا هون توضيح لما يجري انك بتاخذ هون كنتور قطعه مستقيمه رايحه قطعه مستقيمه راجعه رايحه راجعه اذا صارت المنطقه هاي اللي فوق والمنطقه هاي اللي تحت طبق جرين ثيرم فوق وطبق جرين ثيرم تحت بيطلع التكامل هون زيرو والتكامل هون زيرو الا انه التكامل هاي قد اللي هاي لانه نفس الكونتور رايح وراجع وهون ايضا زيرو لانه بيطيروا مع بعض واحد رايح وواحد راجع وبالتالي التكامل سي 1 عكس عقارب الساعه تساوي التكامل سي 2 برضو عكس عقارب الساعه. Let C1 be a Jordan curve اوعك تقول لي جوردن الاردني هذا اسم واحد خلي بالك. That does not pass through the origin. يعني C1 لا تقع الزيرو زيرو عليه. هاي معناته. إذن هذا التكامل معرف تماما. لأنه تكامل على C1. فعلى C1 بدي أحط معادلة الـ C1. فعلى C1 الإكس تربيع زائد واي تربيع لا تساوي صفر لأنه زيرو زيرو لا تقع على C1. إذن هذا معرف continuous على C1. وهاي كونتينيوس على السي 1 وبالتالي هذا له قيمه بقول لي قيمه هاي تساوي 0 اذا كان السي 1 does not include the origin
ويساوي 2 باي إذا C1 does contain the origin. يعني 0 0 جوات منطقة C1، هاي معناها. هون 0 0 مالها خارج منطقة C1. الإثبات بسيط جدا. اشتق على أساس جرين ثيرم بطلع هدول قد بعض ما لم يكن ايش المقام صفر. طيب صفر ما هو عند الأوريجن، عند الأوريجن اكس تربيع زد واي تربيع صفر، فما إلها معنى اني اقسم على صفر. اذا هاي دائما صح ما لم ايش يكون على الأوريجن. طيب هلا التكامل على C1، افرض انه C1 حول أوريجن جواته، خذ دورية صغيرة تحوي الأوريجن، هيا حواليهم الفانكشنز محترمة لأن حواليهم الزيرو زيرو مش فيها، وبالتالي التكامل على محيط هذه الأرض الباوندري بتاعها يساوي صفر. مأخوذ الاتجاه الموجب C1 عكس عقارب الساعة، C2 مع عقارب الساعة، وبالتالي بنتدحرج بصير التكامل على C1 عكس عقارب الساعة يساوي التكامل على C2 عكس عقارب الساعة. هلا C1 ممكن أنا ما بعرف معادلتها، بس C2 ما شاء الله عنها دورية محترمة. إذا شو معادلة C2؟ الاكس تساوي A كوساين ثيتا والواي تساوي A ساين ثيتا، والثيتا من 0 ل 2 باي. ايوه طبعا هو مسميها يو بدل الثيتا نفس الشيء. طيب هلا بعوض على C1 اللي هي نفسها على C2 محل الاكس تربيع زد واي تربيع اللي هي A تربيع، والواي A ساين ثيتا وهاي A كوساين ثيتا، فبطلع عندك الجواب بالطريقة هاي دي ثيتا من 0 ل 2 باي، ولكن ساين تربيع زائد كوساين تربيع واحد، والجواب يطلع قديش عندي 2 باي. لاحظ الجواب بتاعك ما اعتمد على نص قطر ايش C2، فلو اخذت دائرة بنص قطر نص تقريبا بده يطلع نفس الجواب، وكله يساوي التكامل عوين على C1. إذن التكامل على C1 يساوي قديش؟ 2 باي. خلي بالك هاي إذا حولت إيش C1 0 0 جواته، مش على C1 لا، جوات منطقة C1. طبعا إذا C1 هون 0 0 مش جواها، فالجواب بيطلع قديش؟ 0 0، لانه جوا الفانكشنز كلهم كونتينوس محترمات وما في اشكال عندي. هاي اسئله بتجربوها طبعا. هاي على الدايفيرجنس، هون calculate the flux of the vector field xi yj across the sphere x تربيع زد y تربيع in the outward direction. انا عمالي بقرا across بس مش محدد لي الا وحددها فيما بعد. outward direction هذا حد احدد لك النورمال، بده النورمال اللي هو outward العمود الخارجي، واضح؟ طيب والسيرفس ما شاء الله مسكر، يعني جايز تطبيق الدايفيرجنس ثيرم. اذا هاي حل على الطريقه التقليديه، the outward unit normal is the vector n تساوي واحد على ايه في اكس اي، بطلع النورمال
عميتين واحد طلعها في دوت ان طلعها برضو الفلوكس هي تكامل اف دوت ان دي سيجما هاي هي نفسها دي اس عنصر المساحة وبسطها بطلع عند الفلوكس يساوي واحد على اي في كذا كذا وبنكمل وبطلع عندك بالجواب بالاخير تكامل كوساين تكعيب ومش تقول لي والله كوساين تكعيب اخذناها ب 102 نسيناها لا كله مطلوب معك هاي معك من هون للخميس الجاي في عندك وقت كافي انك تراجع ماده ال 102 بيطلع الجواب قديش 5 أثلاث باي اي تكعيب طبعا يجوز استخدام الدايفيرجنس ثيورم بالسؤال هذا كيف الاف دوت ام دي اس لانه السيرفس مسكر يساوي ديف اف دي في ديف اف دي في فبدك تطلع ديف اف وين الاف راحت هاي الاف وين راحت هاي الاف الديف بتاعها مشتقة هاي بالنسبة للاكس واحد مشتقة الواي واحد بالنسبة للواي طبعا والزد فيش يفتح الله راحت اذا واحد وواحد اثنين في دي في تكامل اثنين دي في اللي هو اثنين بالفوليوم للكرة قديش حجم الكرة 4 أثلاث باي اي تكعيب في 2 بيطلع 8 أثلاث باي اي تكعيب واي وجه الصح اي نفس الجواب لاحظ عدا فيرجنز سهل اسهل بكثير من العاديه بس المفروض تكون نبيه انه الاختيارات اللي بتطلع معك تكون كونتينيوس جوا Let us be the part of the paraboloid. أيوة شايفينه. Z تساوي 1 ناقص X تربيع ناقص Y تربيع. That lies above the disk. كذا كذا. Calculate the flux across the surface in the direction of the upper unit normal. هون حدد لي. لأنه السطح بتاعه مش مسكر. الاس هي بارت اوف باربولويد ايوه المنحني بده ايش؟ الابر يونت نورمال يعني بطلع نورمال وبختار معامل الكي تكون الموجبه طيب وين السطح؟ ايوه زد تساوي كذا كذا بصفر المعادله ايوه وين راحت؟ لا بدناش هاي بنصفر المعادله اللي هي زد ناقص واحد زاد اكس تربيع زاد واي تربيع تساوي اتش اكس واي زد الدل اتش هي عمودي على السطح ما بديش انا اعلمك البصم الدل للسطح مصفر يمثل العمودي على السطح بشكل عام فزد ناقص واحد زاد اكس تربيع زاد واي تربيع طلع لي الدل مشتقة بالنسبة للإكس 2XI زائد 2YJ زائد 1K هذا النورمال اللي يدل H أنا بدي الأبر نورمال بختار معامل الـK يكون موجب لاحظ هو معامل K واحد إذن فهو إيش؟ الأبر نورمال لو بدي اللور نورمال بضربه في ناقص لكل المعادلة بصير lower normal بس اتذكر انه normal هذا مش unit لانه مش كل شغلنا الان هي unit normal اذا لازم اقسمه على مين على طوله على طوله فاني طلعت لك الاف هيها والان طلعتها بعد ما قسمته على طوله هلا خذ الدوت برودكت بتاعهم بيطلع اف دوت ان والدي اس
هاي السطح دي اس بتاعتها الجذر التربيعي لا واحد زائد دي زد عدي اكس تربيع زائد دي زد عدي واي تربيع، يعني بطلع الدي اس هي جذر تربيعي لواحد زائد اربعة اكس تربيع زائد اربعة واي تربيع كله دي اكس دي واي، هاي الدي سيجما. وبعوض بطلع عندك ايش الجواب، و زي ما قلنا هاي ما بقدر اطبق دايفيرجنس ثيورم لانها مش مسكره. لعبه ممكن اتحايل عليك استاذ كواحد بفهم رياضيات. كواحد بفهم رياضيات واعطيتك اياها قبل المره هاي اللعبه هاي بجرين والدايفيرجنس بضيف التكامل على السطح التحتاني وبطرحه. هلا لما تضيفه على السطح التحتاني بدك تختار الان اللور، لانه حتى اسكره ناقصه سطح هذا، بس حتى يكون اوتورد نورمال لازم النورمال يكون لتحت لتحت. فالان بحدده هون لور، يعني شو مساوي؟ ناقص كي. هاي العمود بتاعه هو ناقص كي. خلينا ناخذ حضور الغياب رقم واحد. رولا بني ملحم. اثنين محمد علون. ثلاثة أسامة بابري. أربعة أربعة هاي 18. خمسة أحمد الخطيب. ستة هذا محروم، ستة محروم. سبعة مش موجود. سبعة سبعة وين سبعة؟ سبعة المومنة موجود؟ هاي غياب مومنة. ثمانية محمد الرابعة. تسعة أحمد الزايمة. عشرة أحمد محمد صالح إسماعيل. 11 أسامة طلافة. 12 لا خطاط. 13 أماني مؤيد عربي حسن. 14 أيمن مصلح. 15 15 جازي الحمدان. 16 نعم دعاء العاصي. 17 رؤى عبد الله. 18 شفاء غزالي. 19 عبد الرحمن الأسعد. 20 أفنان عمرات. 21 أمل المؤمن. 22 أمل شقرا. 23 طارق العسولي. 24 24 هاي 18 4 25 أحمد الشرمان. 26 سيري شول. 27 مجد الربيع. 28 يقين عوايشة. 29 عائشة جمرة. 30 محمد مزيد. 31 31 هاي 18 4 32 راغد الخطيب. 33 مجدي سعادة. 34 34 هاي 18 4 في بعض الطلاب لحد هسه بخشوا. 35 جمان عمورة. 36 ليث نداوي. 37 شاهد خالد. 38 عمر البرات. 39 ميس عبد القادر. 40
ياسمين الطويل. 41 ليث بطينة. 42 فاطمة عموري. 43 43 أي 18 4 44 44 طعاني عندك إنذار. أي إنذار. 49 دكتور 45 عديت عني. طيب 45 روحي. لا 7 ناقص 2 45. أي أبو حرب. حرب خلينا بالسلام يا حرب. 46 مامون المبارك. و 47 47 هاي 18 4 يجوز عندهم حالة وفاة. أوكي يلا نرجع لمين لشغلنا. هو أي ساعة بتخلص الحصة؟ 40 فزي ما قلت بالنسبة للسؤال هاي يعني أنت مخير إذا بدي الفلاكس يا إما بتحله على الطريقة الطويلة تطلع النورمال وتطلع الكذا وكذا وكذا والدي أس والهاي كلها على التفاصيل هاي أو بضيف التكامل على هاي. أدمد رغد بدر. لا والله ماني مدخلك يا رغد. المهم يا إما بضيف التكامل عمين على السطح هاي وبطرحه. هلأ لما أضيفه على هاي بصير هذا السطح مع هذا السطح مسكر. إذا بقدر أطبق الدايفيرجنس ثيرم عليه وبطلع أسهل أسهل. هاي علمتكم إياه الطريقة في محل ما لما أعطيتك الدايفيرجنس ثيرم قلت لك هاي ممكن أستغلها لمين للدايفيرجنس ثيرم ولمين لجرين ثيرم أيضا. جرين ثيرم بعطيني 20 منحنى منحنى ورا منحنى ورا منحنى ورا منحنى بس كله بالأخير يعني مش مسكر مش مسكر. إذا ما بقدر أطبق إيش جرين ثيرم. ولكن لو ضفت تكامل على سايد واحد على سيجمنت واحد بصير مسكر. إذا بضيفه وبطرحه وبطلع عندي إيش بقدر أستخدم جرين عليها إذا قابل للاستخدام طبعا. فهي رجاء حل السؤال بأنك بتضيفه عن طريق divergence theorem. دغري ما بتقدر تستخدم divergence theorem عليك بإضافة تكامل على السطح التحتاني وإزالته وطرحه طبعا. فرجاء حل السؤال وقارن الجواب هذا مع جوابك. المفروض يكون نفس الجواب. هذا السؤال حليناه بالأول طبعا وطلبت منكم تحلوه على شو اسمه على الدايفيرجنس. هاي في عندك أسئلة كثيرة موجودة رجاء حلها جربها قبل الامتحان. في أي سؤال أي تعليق أي سؤال. هون الأسئلة هاي شباب على السيرفس انتيجرال يعني هاي مش تقول لي والله الله شو اسمه لا السيرفس انتجرال دي سيجما هاي السيرفس بتاعك زد تساوي نص واي تربيع زي سطح الزينجو هاي زي البارابولا بارابوليك سلندر هاي. فخلي بالك هاي زد بدلالة واي واي واكس كمان ولا يهمك ولا يهمك لانه زائد صفر اكس صفر اكس هاي محدد لك الاكس ومحدد لك الواي عبارة عن مربع محترم ما شاء الله عنه. وزد تساوي نص واي تربيع لوح زينجو فوق المربع. دي سيجما اللي هي عنصر المساحة شو بساوي تساوي الجذر التربيعي واحد زائد دي زد على دي اكس تربيع زائد دي زد على دي واي تربيع برا دي اكس دي واي دي اكس دي واي. هاي بطلعها طبعا الجذر التربيعي لواحد زائد دي زد على دي اكس صفر و
ودي زد عدي واي قديش واي بس بدك تربحها طبعا. إذن هون محل الدي سيجما شوف نحط جذر واحد زائد واي تربيع دي اكس دي واي من زيرو لواحد من زيرو لواحد وبتكمل الحل. واضح؟ في نقطة مهمة هلا اجت عبالي ألا وهي بعض الأحيان بجوز ما يحط لك زد تساوي نص واي تربيع، بجوز يحط لك اكس تساوي نص واي تربيع، اكس تساوي نص واي تربيع. فإذا بستخدم القانون دي اكس على دي واي تربيع ودي اكس على دي زد تربيع زائد واحد، واللي بشتق له بكامل بالنسبة له. يعني إذا حط هون اكس تساوي بدلات واي وزد بصير دي واي دي زد. يعني ما نحفظ القوانين صماء. واضح؟ القانون إذا كانت الزد بدلات اكس واي بشتق دي زد على دي اكس تربيع ودي زد على دي واي تربيع زائد واحد بالمقابل دي واي دي اكس. لكن ممكن ايش القوانين تتغير. Evaluate the surface integral هاي نفس الشيء وهاي السطح بتاعك. بدك الدي سيجما، بدك تطلع الزد هون، بدك تطلع الزد ومن ثم تطلع دي زد على دي اكس قديش ودي زد على دي واي قديش، وتربع هاي وتربع هاي وتضيف الواحد تحت الجذر دي اكس دي واي. هاي لاحظ اكس تربيع زائد زد تربيع تساوي واحد. مش تقول لي والله دائره، هاي بقول لي the part of the cylinder لانه الواي مخفيه، اذا هي سطح اسطوانه. وهون بهمك دي اكس دي زد تطلع معك. as the part of كذا was hemisphere. hemisphere يعني نص كرة، طبعا نص الفوقاني لانه زد موجبة. as the part of the paraboloid يعني المفروض انك ايش تتعود على الطريقة التقليدية وعلى طريقة النظريات، مش والله تعلمت هاي خلاص مش حافظها، لا بدك تتعلم على الجهتين، يا اما باي ديفينيشن يا اما باستخدام النظريه اللي بدك اياها. اذا السؤال ما حدد لك انت حر في اختيارك، اذا حدد لك انت لازم تتبع الهاي. يعني اذا حليت على الطريقه الثانيه بحط لك صبر. Locate the centroid of the triangle AB كذا take A موجبة. هاي centroid of the triangle والتراينجل هون للأسف شو اسمه مش واضح. هل تراينجل أنا شايفه مثلث متساوي الأضلاع، إذا أعتقد centroid للمحيط هو نفس السنترايد لمين؟ للبليت اللي جوا. Of the hemisphere. زد موجبة. يعني هاي بدك تحلها. الزد تساوي الجذر التربيعي لإيش؟ A تربيع ناقص X تربيع ناقص Y تربيع، وبختار الجذر الموجب. لأنه بقول لي hemisphere. Determine the flux across the direction of the fundamental vector product. في أي سؤال شباب قبل ما نغادر الساعة 11:40؟ أي سؤال؟ إذا نراكم على خير وشدوا لي حالكم، شد حالك، الدنيا رمضان بدي أحاول أكون يسيرة ولا تعسرة. بس إذا أنك مش دارس لو بقول لك أكتب رقمك الجامعي راح تشوفها رقمك المتسلسل. واضح؟ انتبه للأخطاء. أنا بهمني الدقة، دقة أهم من الحل. دكتور يعطيك العافية. أهلين.